كابتن طارق يحيى المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك. كابتن طارق بصبح عليك وبهنيك كمان على فوز الزمالك النهارده. صباح الفل يا كيمو، الله يخليك، مبروك للزمالك، مبروك لمجد ادارته، مبروك للعيبه، للجهاز الفني، لكل جماهير نادي الزمالك العريضه، وربنا يوفق دايما كده ان شاء الله باذن الله. الربع ساعه الاولى كانت صعبه جدا على الزمالك. الشوط الاول كله الشوط الاول أبكلم على الخطفه بتاعت الهدفين كمان. ما هو حتى الخطفه بتاعت الهدفين دي يعني طبعا هو يحسب ان الحمد لله ان احنا نهينا الشوط الاول 2-1، 2-0 كان يبقى صعب العوده. لكن 2-1 دي قربت الامور شويه بشكل كبير. مفيش شك طبعا البدايه ما كانتش حلوه خالص. كان في بعض القصور في التشكيل، مهم جدا ان اسامه رجع عن وجهه نظره وغير بسرعه بين الشوطين، لان لو كان استمر الفريق بنفس اللعيبه اللي كانت موجوده في الملعب كان هتبقى في مشاكل فنيه كتيره جدا، وزي يمكن شفناه الشوط الاول من نص الملعب هربان منا خالص. اوباما مع رؤى صعب جدا، حتى لو زيزو لعب برضه جنب رؤى صعب جدا. طارق حامد مؤثر بشكل كبير. انت لسه بتكلم في النقطه دي يا كابتن طارق، ان طارق حامد اللاعب اللي مبوظ اي حاجه فنيه ممكن تتعمل في الملعب، يعني كل ما انت كمدرب تفكر في حاجه وطارق حامد مش موجود كل حاجه هتبوظ. طبعا طبعا بالتاكيد، فانا بقول لك ان انت كنص ملعب النهارده، لا يعني ما انا اسف طبعا، نص الملعب بتاعك كان ضايع تماما. رؤى جاي من فتره طويله جدا ما بيلعبش، بياخد على فتراته صغيره جدا. اما تحط جنبه اوباما او زيزو لا هيبقى في قصور شديد جدا. كان المفروض على الاقل يبقى امام عاشور موجود في الملعب، احد اهم اللعيبه وافضلهم في مباراه الرجاء. صح، الوداد. سوري عفوا، الوداد. صحيح. فمعرفش طبعا ايه السبب ان اسامه عمل كده، لكنه يحسب له ان هو رجع بين الشوطين والامور اتظبطت بشكل كبير. يعني انت حصل نوع من التوازن الكبير جدا ما بين نص الملعب وما بين الناحيه الهجوميه بنزول اثنين لعيبه غيروا من الشكل، حازم امام وامام عاشور، دول تغييرين كانوا مهمين جدا في تيم الزمالك. وبعد كده بقى توالت التغييرات في ظل عدم وجود طارق حامد يا كريم. انا شايف ان صعب الزمالك يلعب 4-2-3-1. اتفضل يا فندم. لا قول تاني يا كابتن طارق، معلش ما سمعتش دي، قولها تاني من فضلك. في ظل غياب طارق حامد من الصعب انك تلعب 4-2-3-1. صحيح، لابد انك انت تغير طريقه اللعب. هتقول لي اصل ما لا وطريقه، لا مفيش كده في الدنيا. انت في المباراه الواحده معرض انك تلعب بثلاث طرق. ممكن تلعب باربعه 4-2-3-1. لما بتبقى كسبان قوي كتير ممكن تستمر، ممكن تعملها 4-3-3. لو انت لا قدر الله خسران ممكن تعدلها 4-4-2-3-4-3. انت فاهم قصدي؟ فهي قصه بقى، اصل ايه، في حجه ايه يقول لك اصل لا ما ينفعش، لا ينفع. ليه؟ لان انت عندك لعيبه تعمل هذا الكلام. يعني على سبيل المثال نتكلم فني، بتتكلم من الناحيه الفنيه، لو طارق حامد مش موجود صعب تلعب باي اثنين ارتكاز. صحيح، في الزمالك انا بقول لك بامانه. اتفق معاك جدا. فتلعب بمين؟ ممكن تلعب بواحد رقم 6 واثنين 8 في نص الملعب من الاخر. صح، الاثنين الثمانيه دول ممكن تلاقي اوباما، ممكن تلاقي زيزو وامام عاشور يبقى رقم 6، فاهم؟ ممكن رؤى، ممكن تلاقي اسلام جابر مثلا، ممكن تلاقي رؤى زي ما بتقول. يعني لابد انك انت تغير من طريقه اللعب، لانك انت عندك لعيب رمانه ميزان وهام مهم جدا جدا مش موجود. فمش عايزين نحمل اللعيبه فوق طاقتها ونسيب نص الملعب للمنافس. النهارده لو لا قدر الله اسامه نبيه استمر في الطريقه في طريقه اللعب او في اللعيبه اللي كانت موجوده كنا هندفع الثمن غالي جدا. لكن هو قرا الجيم بسرعه ودي حاجه تحسب له، وغير بسرعه بين الشوطين، لان كلنا طالبنا بان لازم يكون موجود حازم امام ولازم يكون موجود على الاقل امام عاشور.